مساء الخير وأهلا وسهلا بالكل إن شاء الله. صوتي واضح عفوا؟ اي نعم، استاذ واضح. طبعا كلش آسف، الغرفة مقابل الشارع فالصوت يعني بالشارع كليته هنايا، فاعذروني بهاي. لا استاذ، صوتك جدا واضح. مبدئيا كلش سعيد اليوم وياكم وبحضور طلاب إن شاء الله والخريجين، بس خلي أهم أسوي شير ثواني. واضح يمكم إن شاء الله. أول شيء أحب أعرفكم بنفسي، وأحب أشكر شاطر جامعة الموصل للنفط والغاز. للأمانة ممنونين على تساهيلهم الأمر وعلى إتاحتهم هذه الفرصة إلي وإلكم بالبداية. إن شاء الله اليوم راح أتعرف هواي أشياء على طين الحفر. إضافة اللي قاله الأستاذ علي، أنا أحمد فهد أسد، خريج الجامعة التكنولوجية هندسة نفط وغاز 2023. أعتبر نفسي باحث مبتدئ وأحب أشارك الكل باللي أتعلمه. بصراحة حصولنا على الشهادة الجامعية وتعلمنا لهواي أشياء لا يكفي إنه إحنا نكون مهندسين حقيقيين ونثبت نفسنا بالحقول أو بالمؤسسات. دائما احفز الطلاب، احفز الخريجين، اقول لهم بحثوا، العلم مثل البحر، فوتوا بيه ولا تتوقفون ابد. فان شاء الله اليوم وياي حتستمتعون وتستفادون وتطلعون في الثمره طيبه مثلكم. مثل ما قاعد تشوفون عنوان محاضرتنا درينج فلويد فيلوسوفي او فلسفه اطيان الحفر. طبعا اكو مقدمه على الموضوع راح نسولف فيها، راح نتعلم على الكونسبت مال طين الحفر، راح نشوف المشاكل اللي تواجهنا، راح نتعلم على تقنيات وحلول حتى نشخص وحتى نعالج المشاكل اللي تواجهنا، وراح نشوف حالات اثنين خاصات. وبالاخير خليت لكم هيك كم شغله صغيره فيما يخص بحثنا المستقبلي، لان مثل ما قلت لكم بالبدايه انا دائما احب اتوجه توجه مستدام بتوجه حقيقي يخدمني بالمستقبل. فإن شاء الله حاب تكون المحاضرة تفاعلية، بها تداخل، بها تعليقات، بها مشاركات، وشاكر لحضوركم. أول شيء قبل لا أدخل بالموضوع، دمنا بجسم الإنسان يكون كلوز سايكل، دورة مغلقة، ما يدخل لنا شيء وما يطلع من يمنا شيء، ضغط ثابت. في حال واجهتنا مشكلة فيصير تدخل بالدم، تنحل هاي المشكلة إن شاء الله لا سامح الله. فوائد الدم من جسم الإنسان بالضبط بالضبط مثل فوائد طين الحفر بالنسبة لعملنا كمهندسين نفط بالأبراج النفطية والغازية. سائل الحفر هو سائل خاص أو غاز همين بعض الأحيان يتم استعماله بعمليات الحفر، حتى اول شغله يزيد البيت، يزيدها يعني يسوي لها تشحيم، يقلل الاحتكاك اللي يصير، يحمل الفتات الصخري الناتج عن عمليه الحفر، ويحافظ لي على ضغط البير. هاي 3 وظائف اساسيه له. اهميته تكمن او اهميه دراسته تكمن بانه هو من الممكن يمنع لي ويعالج لي المشاكل اللي تصير واللي ممكن انه تصير. هذا الشيء راح يخليني مبتعد عن تكاليف كلش هوايه، عن مخاطر بالسلامه وحتى مخاطر بيئيه بالوقت الحالي وبالوقت المستقبلي ان شاء الله. طبعا طين الحفر هو فد معده كلش ضروريه واساسيه، لها عده فوائد ومواصفات من الممكن انه تفيدني. فهسه حاليا حاب اسمع من يمكم، اضافه على اللي ذكرناه انه هو ينظف لي البير، انه هو يزيد لي ويبرد لي البيت،
إضافة إلى أنه هو يبقي له ضغط البير منتظم، فاللي عنده مشاركة أن يكون سعيد بها. بالنسبة للوظائف طين الحفر أو أهميته ويساعد للكاتينج عاشت إيده، نقدر نشتغل على هاي الكاتينجز ونسوي ناخذ من عندها فحوصات وسامبلز تفيدنا بالمعلومات. عاشت ايدك، يوفر لي معلومات على طبيعه التكوينات، وين انا وصلت، ايش قاعد يصير عندي. سو العفو، ممكن اعتقد انه يساعد الدوران البت او الدقاقه، يعني هو هم يكون مساعد الحركه ودورانها. عاشت ايدك، يخلي الحركه سموث اكثر. اي مشاركات ثانيه؟ بيحافظ على الضغط الطبقي مشان ما يصير اندفاع. عاشت ايدك. وحتى ممكن احيانا انه بيبرد راس الحفر. اي برد راس الحفر، عاشت ايدك. اكو وظيفه جدا اساسيه او جدا مهمه، تدعيم الجدران البير. يعني البير مالتي من ينحفر، تخيلوا انتم طبقه صخريه وحفرتها، هاي الطبقه مثل الاسفنجه تخيلوها، بها مساميه ونفاذيه. فطين الحفر متكون من مواد صلبه، حبيبات ناعمه جدا، ومن سائل. يصير تدعيم الجدران البير لهذه مثل الاسفنجه، انه يصير مثل المد كيك اذا سامعين بيه. غطاء خفيف جدا من الطين يترسب على جدران البير، يسوي لي تدعيم اكثر لجدران البير. ان شاء الله الامور تكون واضحه. بصراحه الاوتكمز، المخرجات ان شاء الله اللي راح تطلعون بها المعلومات من هذا السيشن او الوركشوب، شو تسموه، حبيت اخليها بعد التعريب، بعد الفوائد، حتى احنا صارت عندنا معرفه ونعرف ايش راح نسوي وايش راح ناخذ من هذا الويبنر اللي اجتمعنا به. راح نتعرف على خواص طين الحفر، راح نفتهم خواص طين الحفر، راح نفتهم تاثيرات طين الحفر، ونقدر نميز او نفسر العلاقه بين خواص طين الحفر. راح تصير عندنا معرفة مشاكل طين الحفر، المشاكل اللي يسببها والمشاكل اللي يعالجها. بالأخير مثل ما قلت لكم، راح نشوف ترندز جديدة أو توجهات جديدة فيما يخص أطيان الحفر. الكونسبت أو المبدأ مال طين الحفر، مثل ما قلت لكم بالبداية، أنه هو عبارة عن مثل الدم بالنسبة لجسم الإنسان. يساهم مساهمة غير منظورة حتى يمنع لي وقوع الفوضى، أو حتى يخلي لي العملية ما تبيها كفاءة، عملية الحفر كفاءة. إذا أنا من الممكن للأمانة كمهندس نفط أو كطالب كنت 4 سنين، لحد هسه ما شفت فد واحد من الطلاب أو من الخريجين قال إنه أنا طموحي أريد أصير مهندس أطيان حفر، أو إنه طموحي اكون ماد لوغر او هيك شيء. فحسيت انه هذا نوع من الظلم والتهميش لهم، ما حد ما يطمح انه يكون مثلهم، في حين انه هم كل طاقم سواء الحفر يضمن عمليه استخراج نظيفه، عمليه استخراج جيده، عمليه استخراج سليمه للنفط والغاز الموجود داخل الابار. بصراحة حتى نتخيل الأمور، حبيت أخلي هذا الفيديو لحضراتكم. Drilling hole with full circulation. During this process, drilling is performed while mud is being circulated to lift the cuttings to the surface. The drill string consists of a bit, drill collars, and drill pipe. The drill string rotates while circulating mud down the drill pipe. While drilling, the mud circulates by pumping up through the annulus. قلت لكم اني بالسلايد الثاني، الدم من جسم الانسان طين الحفر للابار.
الدم عندي كلوز سايكل دوره مغلقه ما يطلع من يمه شيء ما يطب له شيء اذا لازم ايضا طين الحفر يكون كلوز سايكل دوره مغلقه. ففهم عم او رؤيه دوره طين الحفر حتخلي عندي فالتصور للاشياء اللي راح تصير. The mud then continues to the shakers where the earth cuttings are removed from the circulated mud. The mud is then circulated back to the mud tanks where the mud is mixed. خلي منا نبدأ هسه الدم بجسم الإنسان يطلع من القلب ويرجع للقلب. القلب هو مثل المضخة، الضخ نبضات والضخ دم. فنفس الشيء أنا عندي خزان مال طين اسمه سكشن تانك. هذا الطين الموجود بالسكشن تانك هو طين جاهز 100% العملية الضخ داخل البئر. أكو عندي بومب أو مضخة، هذه المضخة شبيهة تشتغل فشغلتين، عملية تفريغ من السكشن تانك تفرغ الطين الموجود به، تسحبه مثل الماطور مال المي وتوديه وين؟ تضخه لبقية المعدات. العفو سوري. هسه اني الخطوة اللي صارت بعد المضخة عندي فشي يسمونه الستاند بايب. الأنبوب الواقف. The mud is then pumped through the mud pumps to the stand pipe. هذا الستاند بايب أيضا عليه جيجات مال ضغط يتم اختياره بصورة جيدة حتى يتحمل الظروف الموجودة. بعد الستاند باي راح اروح وين؟ للروتري هوس او يسمونه الجوزنيك. اذا قاعدين دا تشوفوه هون يا حبايب، سوري. اذا قاعدين تشوفون هاي خلينا نقول الانبوب المرن او الصونده نسميها باللغه العربيه العراقيه، نعم يسموها الجوزنيك او عنق البطه او عنق الوزه. هاي ايضا يدخل بها الطين، وظيفتها توصل لي من الستاند باي للتوب درايف اللي هو منظومه الحفر. خلوا بيها مرونه تصنيعها لانه بعمليات الحفر اكو عمليات رفع وانزال. فعمليات رفع والانزال التوب درايف من يصعد وينزل يحتاج اكو مرونه بهذه الصونده، فخلوها هيك مرينه بهالمرونه هاي. The mud goes through the standpipe to the rotary hose where the mud is then pumped back down the drill pipe. هنا راح يدخل بالدريل بايب بداخل انبوب الحفر وبداخل خيط الحفر كليته، راح يطلع من البت من الدقاقه ويسوي وظيفته اللي هي رفع الفتات، تبريد، تزييت، تدعيم الجدران البير، محافظه على ضغط البير، توفير معلومات الى اخره. لحد هسه اللي شفناه عن طين الحفر انه هو حياه ورديه، اشياء حلوه، بس اكو اشياء سلبيه او تاثيرات سلبيه لطين الحفر. من ضمن هذه الاشياء الستاكي سيتويشن او وضع الاستعصاء اللي يصير، حاله الاستعصاء. هذا الشيء راح يقلل لي او يبطئ لي العمليه باكملها. من الممكن ان يصير عندي بيت بولينج، هاي المشكله الشائعه. ايضا راح يقلل لي وقت الحفر او وقت العمليه كليته. النيجاتيف افكت الثاني اللي هو الكيميكال كلاش او التفاعل الكيميائي اللي يصير بين مواقع الحفر وبين الطبقات المحفوره.
ممكن يصير تفاعل بيناتهن ويسبب لي فد اشياء غير مرغوب بيها. خلي هسه نيجي نتعرف على المعدات شويه بتفصيل اكثر، شفناهن تخيلناهن. خلينا نجي نعرف منظومه التنظيف، منظومه الضغط. البامبس مثل ما قلت لكم مثل القلب بالنسبه لجسم الانسان، تفرغ طين من السكشن تانك وتودي طين للستاند بايب والبقيه الاجزاء. التانكيات مال الحفر عندي اجهزه تنظيف للطين الراجع. الطين الراجع يحمل مخلفات صخريه. الكل جهاز من هذه الاجهزه تانك او خزان خاص به، بعد ما يتنظف الطين ينزل بهذا التانك. اضافه الى السكشن تانك اللي قلت لكم بيه اني انه هو الطين اللي بيه جاهز 100% للضخ، اضافه الى اكو تانك ثالث يسمونه ريزيرف تانك او التانك الاحتياطي. هذا تانك احتياطي بيطين مدروس الصفات، مدروس المواصفات، يخلونه يستخدمونه كحالات اضطراريه، باك اب، يعني في حال صارت مشكله يربطون البير لهذا التانكي، يعني احتياط. او اكو عندكم فشي تانك صغيروني يسمونه تريب تانك، اللي هو يعني صاير فوق برج الحفر، يستخدمونه حتى يملون البير، من يسحبون انابيب ومن ينزلون الانابيب يرجع الطين به. يعني فد حجمه 40 برميل هيجي. المعده الثالثه اللي هي الشيلد شيكر. هذا الشيلد شيكر اول منظومه تنظيف يواجهها الطين، اول محطه يواجهها الطين بعد خروجه من البير. متكون عباره عن منخل وخزان. يجي الطين الخارج من البير على هذا المنخل، ينزل الجزء السائل النظيف الخالي من الفتات الصخري باحجام كبيره وينزل بالتانكي مال الشيلد شيكر. هذا المنخل الهزاز، اذا اشوفكم هنا صوره فتشي هسه تلاحظوها، هذا شيلد شيكر موجود هنا، يجي الطين يرجع، الفتات الصخري يبقى على المنخل والطين ينزل بالتانكي ويروح لبقية المعدات مال التنظيف. الفتات الصخري اللي باقي هنا يترمى وين؟ فشي يسمونه البيت او الجفره، بي اي تي. هاي هي تكون عباره عن جفره يتم القاء مخلفات طين الحفر بها. بعد ما يطلع الطين من الشيلد شيكر، محطة الثانية هي ديساندر وديسلتر. الديساندر والديسلتر أيضا أجهزة تنظيف الطين الحفر. الهن مبدأ عمل، الفتات الصخر الناتج عندك هو بأحجام مختلفة، أحجام كبيرة، أحجام بحجم الحبيبات مال الساند، الحبيبات مال الرمل، وأحجام كلش ناعمة يسموها السلت ستون أو الماد ستون، ما تنشاف بالعين المجرده. فاني ايضا راح امرر الطين بيهن يتخلص لي من الجزء الصلب الغير مرغوب به الطين الحفر، ويطلع لي طين حفر سموذ جاهز لعمليات الضغط. في حال صار عندي شيء كثافه طين الحفر غير مناسبه، ردت اضيف ماده كيميائيه او طين الحفر، راح استخدم الخلاطات او الهوبرز، المعده الخامسه. في حال حفرت منطقة غازية بها غاز، فطين الحفر مالتي راح يتلوث بغاز، راح استخدم معدة تنظيف رابعة اللي هي الديغازر، تستخلص لي حبيبات الغاز او جزيئات الغاز الموجودة بالطين وتبعدها. اكو ديغازر واكو بور بوي ماد غاز سبريتر، بس يسمونه بالحقول بور بوي او الولد الفقير. خلينا نقول انه انا من اصمم المعدات بتصميمها اخلي فد رينج محدد، مدى محدد، اقول له يابا انه هاي المعده تشتغل اذا كان عندي حجم الغاز ويا الطين مثلا فد 5 قدم مكعب، يجيني 5 قدم مكعب بكل سهوله ينفصل. اذا جاني فد 10 قدم مكعب من الغاز اكبر من الطاقه التصميميه بالنسبه للديغازر،
فاني احتاج استخدم معده ثانيه حتى اتخلص من هذا الغاز كميه الكبيره الغير متوقعه اللي اجتني. فهنا راح استخدم البور بوي اللي هو موجود بعيد، يروح للطين يدخل بيه يتخلص من الطين اللي موجود بالغاز ويحرقه، العفو من الغاز الموجود بالطين ويحرقه ويمرر للطين البقية المعدات، طين نظيف. إضافة أيضا الغاز لزوجته أو كثافته جدا قليلات، فمن يدخل الطين الحفر يكون جدا سريع، يقلل لزوجة طين الحفر. من يمشي بالمعدات والبايبات الأنابيب راح يسبب له اضطراب لكل منظومة الجريان. فأني تلقائيا إذا جاني حجم كبير من الغازات أسد كل شيء أو أوجه البير مالتي أربطه ويا البور بوي. المعدة السابعة اللي هي كيميكال تريتمنت تانك، تانكي المعالجات الكيميائية يتم بإضافة مواد كيميائية معينة. أخير شيء هو كيميكال ستورج، المواد الكيميائية اللي يحتاجها المخزن مالتها. فإن شاء الله لحد هسه الأمور طيبة، ماكو أي استفسار؟ أنا أستاذ ممكن سؤال؟ اتفضل. سؤال، شلون ممكن إني أحدد كمية الغاز اللي واصلة إلى أكو في سنسور معين، أو شلون ممكن يعرف إنه كمية الغاز اللي جت قد قد المكعب؟ عاشت إيدك. من خلال الضغط، يعني يشوف الضغط مال الطين ايش قد، والجيجات مال الضغط اللي عنده براس البير يم الحفار، يدخل هنا معادلة تعطي حجم الغاز ايش قد. اوكي، عيني انت حلو. اي استفسار ثاني شباب؟ العفو استاذ، والسنترفيوج ما ذكرته. السنترفيوج خلينا نقول انه هو يعني حسب ما اعرفاني السنترفيوج هو مبدا عمل الاجهزه، يعني عندك الديساندر، الديسلتر، الديجازر، هاي كلهم سنترفيوج. يعني مو منفصل؟ عفو، مو منفصل، يعني هو اسطوانه. المشكله ما خليت الصور مالتهن، خلي نبحث بالجوجل ثواني. راتب قاعدين تشوفون. هذا هو هيجي يتنظر، ديساندر وديسلتر والديجازر. يدخل الطين بيهن بهذه الاسطوانات عبارة عن قوة طاردة مركزية، يعني الطين يفتر. من يفتر القوة الطاردة المركزية تخلي الطين بالسنتر وطلع الجزيئات الغير مرغوب بيها اللي هي الساند والسلط والغاز. الأمور طيبة إن شاء الله؟ عفوا أستاذ، بس ملاحظة. نعم. مبدأ عمل الديجازر هو يعتمد على البكة مباشر، بحيث يكون الديجازر إنه الضغط مالته يكون أقل من الضغط الجوي فراح يتحرر الغاز. شكرا على معلومتك للأمانة. صحيح. شبابنا الطيبة، أي إضافة ثانية؟ نكمل بسم الله. بكل معدة من هذه المعدات اللي ذكرت بالسلايد السابق لازم أكو عدة أجهزة أراقب من خلالها اللي قاعد يصير. مثلا عندك أجهزة تقيس لك الضغط، أجهزة تقيس لك معدل الجريان اللي قاعد يجيك واللي قاعد يطلع من يمك، يعني قبل المعدة وبعد المعدة. أجهزة تقيس لك كمية الطين بالتانكيات، يعني مثل ما نقول باللهجة العامية فيتا مقياس. أجهزة تقيس لك كثافة الطين بكل جهاز. وأجهزة تقيس لك نسبة الغازات القابلة للاشتعال والغازات السامة الموجودة بالطين.
بس انا حاب انه انتم تدخلون وياي، يعني تتفاعلون وياي. الجريان الموجود نوعين، لامينار صفائحي مثل ما قاعدين تشوفون على الصوره اليسرى، وجريان تربلنت او عشوائي اضطرابي مثل ما موجود بالصوره اللي على اليمنى. فايش تتصورون الجريان مال الطين، صفائحي لو عشوائي؟ استاذ المفروض اضطرابي افضل. اضطرابي مستحيل يكون خطي. اي توربلنت افضل. استاذ انا اقول بالعكس، المفروض يكون صفائحي او خطي، لان هو اذا يكون اضطرابي راح ياثر على المعدات كلها، من اهتزازات من تآلف من امور اخرى، هذا اللي اعرفه صراحه. لا بالعكس، الاضطرابي حتى يرفع لنا جميع الكتنج، انه ما يبقى كتنج ما ينزل، المفروض كله يرفع. اللي يقول اضطرابي هو اضطرابي حتى ينقلبنا الفتات، بس اكو معدل اسمها الفورسيشن دامبولر ترجع تخلي لامينار. عاشت ايدك. بعد اي اضافات ثانيه؟ صار ما يفضل انه يكون لامينر، يعني اذا كان لامينر راح يكون الوول شيب، وهذا راح يخلي الكاتنج تتراكم بالاسفل، فانا ما حطيك كفاءه بعمليات التنظيف، فيفضل اضطرابي تربلنت. هسه اجاوبكم اني، اثنيناتكم صحيح. اني طين الحفر اريده يكون صفائحي، يعني مثل النوع اللي موجود هنا على اليسرى، بس ايش وقت؟ اريده يكون صفائحي لما الطين يطب بداخل انابيب الحفر، يعني قبل لا يطلع من البيت. ليش؟ لانه الجريان الصفائحي يقلل لي معدل التعريه، يعني شلون التضرر اللي يصير بالانابيب. نعم. ويطلب معدلات ضخ قليله، يعني المد بامب مالتي ما راح تتعب هوايه بالضغط مالتها. لحد هسه انا اموري طيبه، بس مثل ما تفضلوا الشباب قالوا انه اذا كان جريان صفائحي خارج انابيب الحفر فهذا ما راح يرفع الكاتنجز مالتي، ما راح ينظف البير، تتراكم وتصير مشاكل، طين الحفر ما يؤدي الوظيفه مالته. فهنا يا طين الحفر بسبب النوزلات مال البيت، يعني من يطلع من البيت راح يتحول من صفائحي الى جريان مضطرب. الجريان المضطرب يكون كلش فعال بتنظيف البير، يخلي الفتات الصخري متعلق. ايضا مثل ما قلت لكم، انا احتاج جريان صفائحي من يدخل الطين الداخل الانابيب. من راح يطلع الطين؟ راح يطلع مضطرب، جريان اضطرابي. فهاي الحاله راح تتعالج مثل ما تفضل احد الشباب قال، انه اكو معدل يسموها الدامبلر. هاي المعده ايضا سنترفيوج تحول لي نوع الجريان من اضطرابي الى جريان صفائحي. بالتالي المعدات السطحيه، الانابيب السطحيه الخاصه بالطين ما راح تتاثر، ما راح يصير بيها ايروجن، راح تتطلب ضغط ضخ قليل. فالنوعين من الجريان مضبوطات صحيحات مطلوبات. هسه خلينا ندخل بالجزء اللي يهمنا، بالجزء اللي نستفاد من يمه اكثر. مشاكل الحفر الأمانة ما حبيت أطب بها مباشرة، أقول لكم أكو فلان مشكلة فلان مشكلة فلان، لا حبيت أنه نتدرج بطين الحفر، معدات سطحية، أنه بندخل على الخواص مالته، أنه بعد الخواص مالته نتعلم على المشاكل. فأي مشكلة عندي ناتجة بسبب اضطراب صاير بماهية سائل الحفر، مثلا إذا اقدر اتحكم بالخواص مالته، اعرف الخواص مالته، راح اعرف المشكله، راح اقدر اشخصها، راح اقدر اعالجها. مثلا خواص طين الحفر بشكل عام خواص كثيره، لكن اللي تهمني اللي دائما اركز عليها الفيسكوسيتي، المشاكل اللي تصير بالفيسكوسيتي. هل هي الفيسكوسيتي عاليه؟ هل هي الفيسكوسيتي قليله؟ الفيسكوسيتي العاليه تسبب لي صعوبه بحركة طين الحفر، صعوبة برفع الكاتينز. الفيسكوسيتي القليلة تسبب لي عدم تنظيف جيد، يعني التنظيف مالتي مال البير ما راح يكون جيد. بالتالي لا هواية ولا شوية تفيدني الفيسكوسيتي، لازم مقدار
مضبوط. الدينسيتي مال كثافه الطين هل هي كثيره ممكن تسبب لي فراكتشر؟ هل هي قليله ممكن تسبب لي فلو او جين من داخل البير؟ لازم تكون بمقدار مطلوب. الخواص التياريه او الريولوجيكال بروبرتيز، المشاكل اللي تصير بيها الريولوجيكال بروبرتيز تشمل اليلد بوينت والجلد سترينث، وتشمل عندك البلاستيك فيسكوسيتي. ما احب هم احكي بيها هوايه لانه خلينا مركزين بالمشاكل اللي تصير. الكونتامينيتس مالتي يعني عندي مخلفات مال طين حفر بسبب سوء تنظيف، عندي اسمنت، عندي مياه مالحه، عندي غازات حموضيه مثل الاتش 2 اس، عندي غاز السي او 2 موجود، فلازم الكونتامينيتس كلها استبعدها. هسه خواص الطين اوكي افتهمناهن، افتهمنا انه كل شيء لازم يكون بمقدار معقول، بمقدار يوالم حاله الطين. اكو شغله ثانيه اللي تصير، طين الحفر هو احتكاك مباشر ويا من؟ ويا الطبقات المحفوره، فراح يصير تفاعل بين الفلويد والفورميشن. هذا التفاعل من الممكن ينتج من فقدان بالتدوير دورة طين الحفر، يعني شلون جسم الإنسان قاعد ينزف يطلع من يمه دم، راح يصير عندك فورميشن دمج، تضرر طبقي. شايفين بعض الأحيان أنا أحب أشبهها بجسم الإنسان دائما. جسم الإنسان ضغطه من يرتفع جدا هواية يبدي يحمر، يطلع عنده حبوب ببوشها، فنفس الشيء الطبقة تتضرر بوجود الطين الغير مناسب. اكو في الشغلة الثالثة اللي هي ويلبور انستابيليتي، عدم استقرارية البير ماتي بسبب الطين. او بالاخير من الممكن فتشي كل الشائع يصير عند ستك بايب اللي هو احد المشاكل المزعجة صراحة. هسه تعرفنا على المشاكل وتعرفنا على المواصفات مال الطين، خلينا نجي نشوف تقنيات وطرق اقدر اتعامل بيها ويا مشاكل الطين. خلينا نقول انه انا عندي حاله طبيعيه، فبالحاله الطبيعيه انا قاعد عندي تقارير مالتي، عندي قراءات مالتي، فاسعى الى منتورينج مراقبه، اخلي عيني دائما على الطين وعلى البير وعلى الطبقات، او اوبتمايزيشن امثاليه، يعني اخلي الاوضاع واحد على واحد 100 100، شغل ما بي اي نقص، شغل ما بي اي مشكله، هاي بالاوضاع الطبيعيه. خلينا نقول صارت عندي فد ليك بموضوع، صار عندي فد مشكله، صار عندي فد اضطراب، فالجا وين؟ دايجنوسيس، تشخيص لهذا الشيء اللي صار، وبعد ما اشخص راح اعرف شلون اسوي تريتمنت او معالجه. فمثل ما قاعد تشوفون هسه انتم اللي موجود على الجهة اليسار Diagnosis and Mentoring، عيوني اللي أشوف بيها البير، اللي أشوف بيها الطين، اللي هي Mud Logging، مثل ما قلنا بالبداية طين الحفر من وظائفه يوفر لي معلومات عن الحفر، شلون الكاتني الصخرة اللي يطلع أخذه وأودي وين، الوحدة مختبرية خاصة طين الحفر. عندي real time data analysis، تحليل بالوقت الفعلي الحالي الآني، تطلع لي قراءات مثل الـ MWD، الـ LWD، الـ measurement well drilling والـ logging well. فهذه الأشياء معدات تنزل ويا خيط الحفر، ومن خلال سنسرات محددة أحصل معلومات على الطين وعلى الطبقات. الشغلة الثالثة اللي أقدر أستفاد من يمها بالتشخيص والمراقبة Formation Evaluation. جوز تستغربون أنا عندي طين فش أحتاج بالFormation Evaluation، تقييم للتكوينات اللي عندي، هل هي تكوينات مشبعة بمي، بها غازات، تكوينات بها مواد مشعة،
تكوينات ما هي صخاريتها، الليثولوجي مالتها، هل هي مستعدة تتفاعل كيميائيا شديدة التفاعل أو هل هي خاملة إلى آخره. بالنسبة للتريتمنت والأوبتمازيشن اللي هو الجزء الأيمن من هذا المخطط الهرمي، ريولوجي أدجستمنت، تعديل الصفات التيارية اللي هي مثل ما قلت لكم الفيسكوسيتي، بلاستيك فيسكوسيتي والجلس سترينج، أقدر أدخل بيها وأضيف. الشيء الثاني اللي هو عندي ويتينج ماتيريالز والCM. الويتينج ماتيريالز إذا أريد أزيد الكثافة أو إذا أريد أقلل الكثافة مال الطين، والCM اللي هو لو سيركوليشن ماتيريال، مواد خاصة أضخوية الطين حتى تعالج مشاكل الفقدان أو مشاكل الكسور الموجودة بالطبقات. بالأخير عندي الفلتريشن كنترول، يعني أقدر أتحكم معدل الراشح اللي يصير على جدران البير. إذا كان الراشح كلش قوي وهواية راح يأثر لي على عملية مال الحفر، على عملية سحب وإنزال الأنابيب، من ممكن يؤدي لمشاكل ثانية. إذا كان الفلتريشن كلش قليل، كلش غير سميك، يعني ثن ناعم كلش، نحيف كلش، فمن الممكن أنه أزيد الفلتريشن اللي يصير عندي حتى يدعم لي جدران البير أكثر. شباب قبل نكمل، اكو سؤال، اكو مداخله؟ خلاص انا عن نفسي واضح جدا. حتى ما ياخذنا الوقت اكثر خلينا نكمل. المشاكل هوايه، الها اول ما الها اخر، فحبيت انه اخلي لكم جدول يوضح لكم كل الاشياء ويكون سهل لكم تقدرون تاخذوا له صور، تقدرون تعتمدون عليه وتشوفون معالجات ثانيه، يعني تبحثون اكثر على المشكله او على حلول مالتها. فهذا الجدول بالمشكله والحل مالتها. سالتك سؤال، قلت لك جاي تجيني مياه جوفيه اللي هي اول مشكله، راح تقول لي زيد كثافه الطين. سالتك سؤال، قلت لك الفتحه مال البير مالتي صار بها توسع enlargement، فراح تقول لي احفر الطين حفر مالح وزيد كثافه الطين، يعني ضيف مواد ملحيه لطين الحفر وزيد الكثافه مالته، راح تتعالج المشكله مال توسع البير مالتك. قلت لك صار عندي كيفينج، استنتجت انه انا عندي كيفينج اللي هو ما اعرف انتم دراستكم بالعربي، التكهف العفو استاذ، التكهف، نعم نعم، التكهف اللي يصير يعني جدار البير ما يكون سموث، طاب جوه، يعني ان شاء الله وضحت الفكره. خلي ارسم لحظه هذا البين، يعني هسه انت عندك هذا البير بالوضع الطبيعي، التكهف من يصير عندك، يصير عندك هيجي مثلا وهيجي، فهذا احنا هذا الجزء نسميه تكهف. فشلون تعالجه؟ تقول له انه انا ازيد كثافة الطين، اضيف له وزن، ازيد الفيسكوسيتي مالته، واقلل الفلتريشن اللي قاعد يصير عندي من خلال مواد اضيفها. قلت لي انه انا عندي تايت هول او فتحة مال بير جدا ناعمة وصغيرة، فراح اقول لك يابا قلل الفلتريشن مالتك ما يصير هالقد، وبنفس الوقت اتحكم بكمية المواد الصلبة اللي موجودة بالطين. كيك اند بلو اوت، طبعا البلو اوت ما نعتبره فد مشكلة، يعني لان هو تلقائيا كل شيء انتهى. الكيك المشكلة مالتي، فراح اقول لك زيد الكثافة مال الطين مالتك. اذا كان الطين مالتك ملوث بالسان، يعني هو تلقائيا منظف بس بقى ملوث، فراح المعالجة مالته تكون عبارة عن قط الطين وقت كافي بالديساندر حتى يتنظف بصورة جيدة. إذا كان الطين مالتك ملوث بغاز، فراح أقول لك استخدم الديغازر وطيت وقت أكثر حتى يتنظف بصورة جيدة، وزيد كثافة الطين، لأنه الغاز من دخل قلل كثافة الطين، فأنت لازم تزيد كثافة الطين. إذا كانت عندك مخلفات أو شوائب مال سمنت
بعد عمليه السمن ضخ الطين استنتجت انه عندك انت طين ماتك ملوث باسمنت، فراح تستعمل بيكربونات الصوديوم نضيفه ويا الطين حيتخلص لك من هذه الملوثات او المخلفات مال الاسمنت. صار عندك ستك بايب او استعصاء للانابيب، راح تجي تسال نفسك تقول هذا الاستعصاء شنو السبب اللي صار عندي استعصاء؟ بسبب الماد كيد كعكه الطين. فراح اقول لك ضيف نفط ويا الوتر بيس ماد ماتك، هاي هذه الاضافه مال النفط راح تسهل لك عمليه الاستعصاء او تحلها لك تعالجها. قلت لي صار عندي استعصاء بس بسبب تراكم الفتات الصخري، راح اقول لك زيد الكثافه لانه الكثافه قليله فالفتات الصخري يعني تراكم على المعدات مالتك على البي اتش اي مالتك، وعدل الخواص التياريه اللي هي الجيل سترينث. قلت لي صار عندي مادلوسيس، فراح اقول لك يابا صار عندك مادلوسيس قلل الكثافه مال الطين وخلي ال سي ام لو سيركوليشن ماتيريال. شباب اكو اي سؤال اي استفسار؟ العفو استاذ، شنو الفرق بين كيفينج والهول انلارجمنت؟ عاشت ايدك، انا صورت هذا السؤال راح انساله. الهول انلارجمنت يعني شلون بالرسم اوضح لك هسه؟ ثواني هسه انت عندك هذا بير اوكي، القطر مات من ناية من ناية اللي هنا خلينا نقول 12 وربع 25 انج كليته من سطح البير لحد البيت لحد القاع مات البير، هذا القطر مالته صار بي الارجمنت خوش حكي. فبهاي الحالة القطر مال البير كليته راح يصير عندك توسع بي، خلي نقول صار 12.3 هذا منا اللي هنا 12 تمام عفوا 12.3 هس هذا الالارجمنت او التوسع. الكيفينج مالتك راح يصير شلون؟ راح يصير بمناطق معينه من البير، يعني شلون عند عمق 300 متر صار عندك كيفينج بس بالعمق الفوق 300 والعمق تحت 300 امورك طيبه، القطر مالتك 12.25 فقط بهذه المنطقة صار عندك القطر 12.3 انج. جاوبت استفسارك؟ يعني العفو استاذ، لا شنو الاسباب؟ الاسباب مال عرفنا انه الاسباب مال الهول الارجمنت او التوسع اللي يصير بيها يصير لانه انت الطين مالتك يكون يعني شلون مبي ملوحه، الطبقات مالتك مالحه واحد من الاسباب، فهذا الطين حلو والطبقه مالحه يعني شلون خلينا نقول الطين اللي موجود حيذوب الطبقه ياخذ جزء من يمها فراح يصير توسع بيها. الكيفينج من يصير عندك تكون عندك مناطق، خلي ارجع على الرسم، هسه خلي اللون بالاخضر، قلنا انه الالارجمنت او التوسع انت تلقائيا الطبقه مالتك مالحه والطين مالتك مو مالح، فهذا الطين او الطبقه الملحيه راح يذوب الجزء المعرض للطين من يمها
بالطين. خوش، فانت تزيد كثائف، تزيد الملوحه مال الطين حتى تعالج هذا التوسع اللي صار عندك، ما يصير ذوبان اكثر للطين، العفو للطبقه. الكيفنج المشكله مالك اللي يصير، خلينا نقول انه انت البير مالتك هذا وينه، التسلسل الطبقي مال الطبقات اللي عندك، عندك هاي هنا طبقه نفاذيتها قليله قليله، هاي الطبقه هنا نفاذيتها عاليه. خوش، يعني اكو مسارات هنا صايره، الطين مالتك من راح يجي يدخل هنا، هاي الطبقه راح يتعامل وياها بشكل طبيعي لانه نفاذيتها قليله، الفلتريشن مالتك راح يصير بمقدار مقبول، بينما هاي الطبقه اللي هي هنا راح يدخل الطين مباشره الها لانه نفاذيتها عاليه، راح يسوي لك كيف تكهف. وضحت الامور استاذ عفوان؟ واضح واضح استاذ، عاشت ايده. حال للامانه واحد من الاسباب، اكو اسباب هوايه بس يعني ما اقدر اوصلهم بالطريقه المطلوبه من يمي. معلش استاذ بس حبيت اعرف كيف الطريقه. نعم. عشان اعرف انه صار معانا تكهف ولا توسع، كيف اعرف انه صار معانا هذه الاشياء؟ عاشت ايدك، هذا السؤال مرتب يعني. عندي فورميشن ايفالويشن، يعني خلينا نقول انه حجم الطين بدا يقل بعض الاحيان، عندي تقارير مال ويل لوج جس ابار، فراح اعرف انه جس الابار الطين بكل منطقه مساميتها ونفاذيتها شقد، الطبقات هويتها الصخريه هاي بالابار الجديده، بينما بالابار العفو المكامن الحقول الجديده، بالابار اللي تنحفر يعني يصير بير رقم 100 بير رقم 50 بير رقم 150 راح يصير عندي ماتشوريتي تشبع مال المعلومات، اعرف انه اني من قاعد احفر مثلا بعمق 400 متر راح اواجه هاي المشكله، لانه كل الابار اللي حفرتها سابقا تقاريرها تقول اني بهذا العمق صار عندي تكهف. شكرا شكرا استاذ عشتيدك. عفوا عفوا شباب، اي استفسار ثاني؟ انا جدا سعيد باسئلتكم. عفوا احمد. نعم. الجراوند ووتر فلو ما اعتقد نفس الكيك هو؟ هاي اثنين نفس الحل؟ لا لا، هسه انت تخيل انه الكيك تصير اذا عندك اللي نقول غاز نفط يعني جو اعماق كلش عاليه، يعني انت من دخلت بالاكل فصار عندك كيك، الجراوند ووتر هو يصير باعماق ضحله يعني 20 متر 30 متر، كانما بير مال مي وحافره مياه جوفيه موجوده وين؟ باعماق قريب على السطح. جيد عرفتي. شكرا على الاضافه وعلى السؤال. شباب نكمل اختصارا للوقت؟ نكمل. نعم كمل كمل دكتور. هسه هنا اختاريت مشكله طين الحفر حتى شويه نفهمها نتعمق به لان هي كلش شائعه، فمثل ما قاعد تشوفون بالصوره طبقات متكسره يهرب من يمها الطين مثل النزيف للطبقات مثل الانسان من ينزف. بالامانه الحكي والماده العلميه الموجوده جدا كثيره، لها اول ما لها اخر، فما حبيت انه اخلي شيء يكون مجرد تشوفوه بعينكم وتسمعوه وهذا هو، حبيت انه تشوفون فد شيء فد انيميشن بسيط يجسد لكم العمليه، فهذا الفيديو راح اشغله هسه. Lost circulation is one of the biggest costs in the fluids industry today. As global leaders, Baroid has the experience, expertise, and technologies to identify the cause of lost circulation quickly and customize a solution to resolve the situation at minimal expense. Lost circulation strategic planning includes methods of preventing,
as well as stopping wellbore fluid losses. While solving lost circulation after occurrence is critical, prevention is the best drilling practice for saving. طبعا انا كنت العفو وقفت الفيديو، طبعا كنت ناوي بدايه السيشن اقول لكم فد شيء بس للاسف راح من بالي فهسه ذكرته. احسن طريقه لعلاج المشكله هي توقع حلها. يعني اني بكل حياتي مو بس انه بعملي كمهندس نفط اتوقع سيناريو اسوأ حتى اذا صار وياي السيناريو الاسوأ لا سامح الله وان شاء الله ما يصير اني متحضر له مستعد اليه. فقاعد اقول لك بالفيديو انه احسن طريقه حتى تحل اللوسز هو توقع حدوثها او منعها من الحدوث، يعني مو تنتظر حتى تصير عندك وانه تعالجها. The operator time and money. One important component of the prevention plan is the design of the wellbore strengthening treatments. The goal of these treatments is to increase the hoop stress in the near wellbore region, widen the mud weight window, and enable wellbore pressure containment. To address this problem, Baroid provides engineered solutions designed to improve wellbore strength and reduce drilling non-productive time caused by loss. قاعد يقول لك انه واحدة من الطرق اللي يسووها المهندسين المختصين بالآبار وبالطبقات الصخرية يقيس السترينغث مال كل طبقة، العفو يقيس القوة مال كل طبقة. ليش؟ حتى يعرف مقدار الضغط اللي تتحمله. يعني كأنما قاعد يقول لك أنا أحدد الفراكتشر برجر حتى أشوف ايش قد هاي الطبقه تتحمل ضغط وتبدي تتكسر حتى ما اوصل لهذا الضغط. Circulation. Using Halliburton's drilling fluid graphics DFG and well set. طبعا هذا الفيديو المصدر مالته من هاليبرتون، القناه مالتهم على اليوتيوب، فقاعد يقول لك يروج شركتهم يمدح بيها نستخدم هذه البرامج حتى نحدد القوة مال الطبقات ونقلل الوقت الضائع إذا صارت المشكلة. Software, along with customized materials, Aeroid's wellbore stress management service is a fully engineered approach to loss. While the risk of fluid loss is significantly reduced through a well-planned wellbore strengthening strategy, Aeroid also provides engineered solutions to quickly mitigate any costs associated with ablation. Once the action plan is in the hands of the fluids engineer for the operations according to the drilling program. شباب لاحظوا هنا بدا الطين او بدا البير بالنزيف نسميه هيك حتى بعد ما ننساها ونحبها. الطين اللي موجود طلع على الطبقات. Full circulation and no problems to report. Suddenly reduced or zero fluid return is seen at the shaker. قاعد يقول لك انه يعني البير ما اشوفه بالواقع هيك، يعني مثل ما قدام بالفيديو هسه، فشلون اعرف انه صار عندي نزيف او لوسيس فقدان؟ يبين عندي كميه الطين الراجعه راح تقل، الضغط الهيدروستاتيكي مال الطين راح يقل، او جوز اصلا ما يرجع للطين، يعني كل شيء يتهرب، فاعرف انه صار عندي فقدان. A lost circulation incident has occurred, either due to entering a naturally fractured formation or by inducing a fracture when the minimum horizontal. هسه احنا فتشي قال يعني كلش لطيف وحلو، قاعد يقول لك انه الفقدان مال الضغط صار عندي يا اما بسبب هو الكسر اصلا موجود بالارض واني وصلت له ومن وصلت له بدا يتهرب الطين، يا اما هاني بسبب الضغط مالتي والكثافة مال الطين الغير صحيحة كسرت الطبقة. Stress of the formation has been exceeded by the equivalent circulating density, ECD. خلني اتخيل هذا السيناريو بالحقل يجو الشباب المسؤولين عن الماد لوجينج، عن السامبل كاتشر، عن التيستر والتيستات اللي تصير، قالوا يابا صار عندنا لوسز، جو المهندسين يتناقشون، مهندس الطين
قال للمهندس الحفر، قال له انه انا الكثافه مالتي مضبوطه مطلوبه، يعني مثل ما انت جبت لي تقرير الحفر مثل ما اجاني خليت الكثافه مثل ما هي. والمهندس الحفر قاعد يقول له انه بس صار لوسس هو، يعني بالتالي الكثافه مالتك عاليه وانت ما منظمها ما متحكم بيها. ارادت تصير مشكله، واحد من الشباب العاملين قال لهم يابا اخاف الكسر اصلا موجود بداخل الطبقات الصخريه، هاي الطبقات الصخريه نفاذيتها كلش عاليه، فتاكدوا من ابو الويل لوج والفورميشن ايفالويشن. جابوا التراكات مال اللوج قروهن، عرفوا انه بهذا العمق عندهم كسر اصلا حقيقي هو موجود، فعرفوا انه السبب مو بسبب مهندس طين الحفر لان هو ما له اي ذنب، فعرفوا المشكله شخصوها بطريقه جيده. ما حد ما تحمل مسؤوليه مو مسؤوليته هو. Due to lost circulation, the rig starts to utilize fluid from the reserve pits. قاعدين تلاحظون قلت لكم بالمكونات اكو ريزيرف بيت او ريزيرف تانك، تانك احتياطي يخلون الحالات الضرورة. يعني شلون انت صار عندك نزيف بعملية لا سامح الله واحتاجيت دم، لان الدم اللي بجسمك قل ضغطك راح يقل، بالتالي راحوا المصرف الدم جابوا لك دم خلوا لك دم. نفس الشيء هنا من راح يصير لوسز كمية الطين راح تقل، يعني ما اريد كمية الطين تقل، فراح اربط البير او اجيب من الريزيرف تانك تانك الاحتياطي طين واخلي طين للبير. Fluid is still being lost to formation. Based on data gathered at the rig site and from Baroid's global databases, the Baroid fluids engineer implements Baroid's lost circulation decision matrix plan for this well. As part of the lost circuit. هسه احنا راح يوقفون الحفر ويسوون قرار، يصنعون فت قرار حتى يعالجون المشكله اللي صارت عندهم، وكل ما كان اسرع كل ما كان افضل. All necessary materials specified in the decision matrix are on location or quickly available. Once the solution is agreed upon by the fluids engineer and the drilling supervisor, the derrick man mixes the lost circulation material pill. الديريك مان اللي هو يعني شلون مسؤول الحفارين راح يكون موجود، مثل ما قلت لكم يشوفون اذا سبب كثافه طين الحفر عاليه راح يقللوها، بس اذا مو كثافه طين الحفر المشكله فاكيد اكو مشكله ثانيه. هاي شلون يعالجونها؟ يضيفون مواد ثانيه اللي هي ال LCM Loss Circulation Material، مواد استخدمها واضخها للبير في حال صارت عندي لوسز. هاي المواد من اضخها ما اخلي الطين بالخزانات كليتها بالسكشن تانك وبالبامب ماتي بالستاند باي بالجوزنيك بالتوب درايف، يدخل عندي اللي هو ال LCM. هاي المواد وين اذبها؟ اسوي بول، يعني تانكي او مو تانكي حجم جدا صغيرة من الطين ما اخبطه ويا بقية الطين، اضخها داخل البير يحوي على هاي المواد. The fluids engineer confirms that the lost circulation pill is correctly mixed. بس شوفون شلون هسه هذا اللي دخل هو هذا ال LCM. Baroid's customized lost circulation pill is placed across the loss zone and seals off the fractures to reduce or eliminate the fluid loss. Fluid return is seen at the shakers. If the loss is still excessive, a second pill treatment with higher concentrations of LCM and a larger particle قاعد يقول لك انه انا قاعد اشوف الطين الراجع على شيل شيكر، فاذا نفس المشكله ظلت عندي بهاي الحاله راح اضيف بول ثانيه او بول مثل الكبسوله، يعني حسب ذكرتها مثل الكبسوله بس بتركيز اكثر. يعني انت من تاخذ العلاج اذا الجرعه مالته قليله ما راح يشافيك، فالطبيب نفس العلاج بس راح يزيد لك الجرعه. Size distribution is applied. In the most severe cases, a chemical sealant may be applied as the backup treatment.
وقاعد يقول لك انه بالحالات الحرجه جدا، بالحالات المستعصيه جدا، كاجراء اخير اتصرف اسوي سيلينج او اسوي عزل للبير و... واسمته، يعني اضيف الاسمنت حتى يعالج الشق اللي الموجود عندي او الكسر، وابدي احفر من جديد. When full or adequate circulation is re-established, the rig supervisor returns to drilling ahead. عالج المشكلة وكملت الحفر مالتي. All relevant fluid properties as required by the operations program. There are no further problems reported. شباب الأمور طيبة؟ معلش يا أستاذ، بعد ال سي ام نسوي سمنت سكويز ولا كذا بس؟ نعم نعم، هواني القصد مالتي من يسمت ويحفر من جديد سكويز سمنت أو ريميديال سمنت جوب، يعني هم أسمت فد 10 مترات 15 متر وأبدي أحفرها من جديد خلاص. شكرا عاشتيدة، أهلا وسهلا شباب. للأمانة مثل ما قلت لكم بالبداية أنه إحنا كمهندسين لازم يكون عندنا حس هندسي، ولازم نعرف أشياء إدارية من الممكن أنه تخلينا كفؤين أكثر بعملنا. فهذا اللي قاعدين تشوفوه هو سوات، فالتحليل يستخدموه بالإدارة، يعني هو مو بس بالإدارة يستخدم، بكل جوانب الإدارية. سوات هي مختصر للسترينغث، الدبليو للويكس ويكنسز، والاو للاوبورتونيتيز للفرص اللي موجودة عندك، والتي للثريدز او الشكوك اللي موجودة عندك. يعني كل شيء يصير عندك بأربع جوانب، جانب مفيد راح تطلع من يمه راح تصير قوي، جانب مؤذي اللي هو نقاط الضعف اللي موجودة، الضعف ما التكوين، وجانب ثالث اللي هو الأوبرتونيتيز أو الفرص اللي راح تصير لك من هذا الشغلة، والجانب الرابع اللي هو ثريتس أو الشكوك اللي موجودة عندك أنت بعمليتك. فهذه الأشياء العفو شباب آسف، فهذه الأشياء هواي راح تساعدني إذا سويتها. هسا أنا أحتاج إنه تفاعلكم وتقولوا لي كماد لوسز مشكلة فقدان بالطين شنو السترينث مالتي والويكنسز مالتي والأوبرتونيتيز مالتي والثريتس مالتي. إذا ممكن تتفضلون تفتحون المايك. أو تكتبون بالشات بوكس. اختصارا للوقت راح أبدي أني أذكرهم بشكل سريع. كفرصة تجي أو كقوة أقدر أسوي أطور استقرارية البير ماتي، أقدر أقلل النون بروتكتيف تايم هذا الوقت اللي ما بي إنتاج أو حفر فعلي، أقدر أسوي إنهانسمنت أو تعزيز العملية تنظيف البير. هذه الشغلة اللوسيز يصير بها environmental benefits، يعني أنا إذا عالجتها راح بيئيا اكون صديق اكثر للبيئه ما اضررها. الويكنسز بالنسبه للضعف اللي يصير او نقاط الضعف مالتي باللوسز هي تكاليفها كلش عاليه او تكاليف تحديدها كلش عاليه، من الممكن انه يكون صعوبه بعمليه منعها او بعمليه السيطره عليها وعلاجها. بعض الاحيان اكون اني متحدد فورميشن، الفورميشن مالتي السيرتينيتي مالتي ما يعني التاكديه مالتي من الطبقه من هويتها ما متاكد من يمها 100%، فما اقدر اعالجها. فهمت شلون هاي امكانيه انه وقوع مخاطر صحيه لا سمح الله. الاوبورتونيتيز او الفرص اللي راح اطلع من يمها اللي راح تجيني بعد هذه المشكله، اني
أطور تقنيات جديدة، أني يزيد تركيزي على الاستدامة البيئية، أكون صديق للبيئة أكثر. أني من الممكن يصير تعاون بيني أني المشغل الحقل وبين شركات سيرفيس كامباني ثانية تساعدني تقدم لي خدمة، تقدم لي استشارة. الشكوك اللي موجودة يعني من صارت المشكلة، يا أما الليبر العاملين اللي موجودين هم يفتقرون للكفاءة والمعا، يا أما راح تصير تغيرات صعبة. المشكلة الثانية اللي اختاريتها هي ستاك بايب أو عملية استعصاء الأنابيب. صراحة همي نفس الشيء، موجود كلام كثير هم عن المشكلة، فحبيت أخلي فيديو ونحكي على الفيديو إحنا. تلاحظ إحنا بالفيديو المشكلة إنه يصير تساقط أو تهدم من جدران البير أو يتراكم فوق معدات الحفر مالتك. سبب ثاني، الطبقة مالتك تتنية وتتوسع، بالتالي من راح تسحب الأنابيب مالتك، أو أصلاً من قاعد تفتر الأنابيب مالتك ما تحس إلا أنه مؤشرات العزم والدوران مالتك صارت بها مشكلة أو اضطراب مثل ما قاعد تشوفون بالفيديو. المشكلة الثالثة اللي تصير عندك همين توسع بالطبقات، انتفاخ بالطبقات، أو أصلاً البير مالتك يكون يعني كلش ضيق. هاي هنا سبب ثالث اللي هو فتشي سقط جانك أو مخلفات أو قمامة سقط داخل البير، وأيضاً سبب لك مشكلة استعصاء. Slow creeping up over a period for one reason or another, cuttings or cavings build up until the problem they're causing appears on the weight indicator when picking up or slacking off. A wellbore geometry mechanism can slowly build force against the drill string like a reactive or mobile formation. Another type of overpull is erratic overpull, where the string weight gets caused by the time of joint. تشوفون هنا اذا كان البير مالتك اتجاهي او افقي يصير بسبب الشكل الهندسي مال البير مالتك. Key seating is a big cause when rigs are not equipped with MWD tools. Anytime the tool joints or BHA are forced to pass a constricted seat area of the wellbore, you'll get some erratic overpull. Erratic overpull can be a signal or against the drill string high or low. أو تشوفون بعض الأحيان هسه هنا طبقات كاملة، هاي اللون الجوزي واللون القهوائي هذا، هنا طبقات كاملة بس للأسف صاير بها زلزال أو هزة أرضية طفيفة محركة الطبقات من مكانها، فهذا الشيء راح يودي لك إن يسبب لك استاك أو استعصاء. اللي هنا الفيديو هم خلاص، وأيضا راح نرجع نسوي أسوات أو التحليل للسترينغث والويكنسز والأوبرتينيتيز والثريتس اللي موجودة عندي. بالنسبة للستاك بايب، هسه كستاك بايب صارت عندي مشكلة، نقاط القوة اللي راح أطلع من يمها راح أقدر أسس تقنيات جديدة بالنسبة للعمليات التأكد أو عمليات فحص هل أنا عندي ستاك ولا لا، راح تصير تقدمات كلش كبيره بالداون هول تولز والبيانات اللي توفر لي اياها، راح يصير تعاون وراح يصير مشاركه معلومات. يعني انت صار عندك ستاك وحليته، صديقك يداوم حقل ثاني فقلت له يابا انا اليوم صار عندي ستاك هيجي وشاركت وياه المعلومات اللي صارت، هو بالعكس راح تركز اكثر على الويلبور ستيبلتي، يعني تسوي استدامه حتى ما يصير عندك ستاك.
الويكنسز او عمليات الضعف، نقاط الضعف، صعوبه بالتشخيص مال الساك اللي هو ديفرنشال ميكانيكال، راح تكون تكاليف جدا غاليه، تكاليف علاجيه، راح يصير ريسك اوف وولبور دامج، مخاطره بعمليات العفو تضرر للبير. اكو عندك خطا بشري واخطاء تشغيليه، هاي نقاط الضعف مالتك. الاوبورتونيتيز او الفرص اللي راح يوفرها لك للساك بايب، راح تطور معدات جديده تشخص من يمها مثل ما قلنا، وراح يصير تقنيات وتكنولوجيا جديده فيما يخص منع الساك بايب. الثريتس او الشكوك هي المخاوف، خلينا نقول التهديدات، تكون انت محدد الميزانيه كوست بريشرز، يقولوا لك هل قد ميزانيه لازم تعالج المشكله احتمال، فانت هنا هذا الشيء يخوفك. الانسرتينيتي اوف جيولوجيكال فورميشن نفس الحاله، من قلنا انه هوية الطبقات معرفتها بشكل كامل ما متأكد من يمها 100%. شباب اعذروني أنا أحكي بسرعة لأنه اختصارا للوقت، فإن شاء الله نهاية السيشن حيكون فقرة أسئلة وأجوبة، أو سجلوا هم أسئلتكم بالشات بوكس وأنا أقرأها إن شاء الله. هسلينا يا خلينا نعوف كل شيء ورانا ونركز بخواص سائل الحفر، بالاختبارات اللي تصير هم عليها ايضا ناخذ نظره بسيطه عليهم. عندنا الماد بالانس اللي هو يكون يقيس لي كثافه الطين، عندنا المارش فنل فيسكوميتر، قمع مارش مثل المحقان مال الصوبه نسميه احنا العراقيين، هذا مقياس نوعي للزوجه، الفلتر بريس. الفلتر بريس مثل ما قلت لكم انا عندي فلتريشن، فلتر كنترول ومات كيك، فهاي القياسات كلها يعطيني اياها الفلتر بريس، هذا الجهاز موجود بالمختبر. اويل اند ووتر ريتورت كيت، هذا الجهاز يعطيني نسبه المي اللي موجود بالطين، يعطيني نسبه النفط اللي موجود بالطين، يعطيني نسبه الرمل والمواد الصلبه اللي موجوده بالطين. فان فيسكوميتر، ينقر هيك فان مو فان، هذا الجهاز يعطيني الفيسكوسيتي والبلاستيك فيسكوسيتي والافكتيف فيسكوسيتي معطيني الحفر. ديجيتال بي اتش ميتر، الحامضيه والقاعديه معطيني الحفر، مقياس رقمي الها. بي اتش بيبر، هاي الطريقه التقليديه، اوراق عباد شمس تعطيني حامضيه وقاعديه تعطيني الحفر من خلال غمرها بعينه. الكتريكال ستيبلتي تيستر، هذا الجهاز شلون يستخدم فقط بالاويل بيس ماد، الاويل بيس ماد بي مي وبي طين، فالمي موصل الكهرباء الطين، بي مي وبي نفط، المي موصل الكهرباء النفط غير موصل الكهرباء، بالتالي ما راح يكون اكو توافق بيناتهم، احتاج انه اسوي تيست حتى اعرف ايش وقت يتوافقن وايش وقت ما يتوافقن. هاي الامانه كيس ستدي صايره حقيقيه يمنا بالعراق بالجنوب، مثل ما قاعد تشوفون هنايا وركرز، هاي العمال هيش مسوين وركرز، ف علمنا كلية اللي نمتلكه والعلم اللي موجود نعرفه، في حال احنا ما تمكننا من يمنا، ما كانت عندنا معرفة كافية، راح تتضرر العملية والشغل ما يصير مثل ما مطلوب. خلي احكي لكم هاي القصة. احد المهندسين يقول انه احنا اجتنا مواد، هاي المواد من استخدمناها ومن فحصناها مو مثل ما مكتوب، ويا كل مادة يجي كتيب صغير اسمه Material Safety Data Sheet. يعني شلون مثلا انت من تشتري ملوخيه او شوربه من السوق، يجي وياها كتيب مال تعليمات بالمكونات وطريقه التحضير، فهاي المواد مال الطين الكيميائيه من جايبينها هم قارين مالتها الكتيب Material Safety Data Sheet، المواد تقول يعني الورق يقول شيء والطين من يجربوه من يفحصوه يقول شيء ثاني،
فبهاي الحالة احنا ما قدرنا نستخدم الطين لانه احنا طلبنا الطين بناء على حاجتنا. من جبنا الطين هم اجانا طلع غير مناسبنا، فوقفنا العملية من الحفر ورجعنا المواد وجبنا المواد اللي احنا نحتاجها. فشوف معرفتك انت ايش قد مميزة، انت عندك مواد بس معرفتك بهذه المواد هي تكون نقطة قوتك. السلايد الأخير اللي عندنا هو جايدنس أو دليل للفيوتشر ريسيرشرز الباحثين المستقبليين. أربع أشياء أحب إنه الشباب وأنا من يمهم أحفز نفسي دائما نبحث عليها نتعلم عليها. الشغلة الأولى اللي هي بايو ديجريدبل درولينج فلويدز، المواد مواعد حفر القابلة للتحلل. هذا يتم من خلال بوليمرز، مواد عضوية استخدمها اني حتى تكون قابلة للتحلل، اقلل الانبعاثات البيئية، التضرر البيئي اللي صاير وتولد المخلفات. الشغلة الثانية هي اقدر اني استخدم المخلفات waste utilization، عملية استخدام المخلفات، مخلفات بلاستيكية، مخلفات مال تيارات سيارات، مخلفات غذائية، يعني قشور الرمان، قشور الفواكه، أقدر أستخدمها حتى أولد مواد أستخدمها بسائل الحفر. هذا الشيء فعال اقتصادياً، يقلل لي الكلف ويعتبر مصدر مستدام للطاقة وصديق للبيئة بنفس الوقت. الشغلة الثالثة هي نانو ماتيريالز فور فلويد انهانسمنت، مواد نانوية جدا ناعمة لا ترى بالعين المجردة على مقياس مايكرونات، أقدر أستخدمها حتى أضيف مواد جديدة وأتحكم بسائل الحفر وأتحكم بالمشاكل اللي تصير بي وأتحكم مواصفاته وأقلل الفورميشن دامج اللي يصير عندي. بالأخير آخر شيء رابع شيء هو Smart Drilling Fluids، مواع الحفر الذكية. يتم تطوير مواع حفر بها سنسرات، هاي السنسرات اللي هي مستشعرات. هذه المستشعرات تعطيني قراءات آنية، قراءات بنفس الوقت، مثلا درجة حرارة البير، الضغط مال البير، الحامضية مال البير، الكثافة مال الطين، العفو الحامضية مال الطين، الكثافة مال الطين ولا آخره. فهذه الأشياء الأربعة بحثوا بيهن وتعلموهم عليهن للأمانة، أشياء جديدة وحلوة والمستقبل إلهن إن شاء الله. إن شاء الله كنت خفيف ظل عليكم، وهسه هنا أسئلة وأجوبة. ألو وياك استاذ ياك. انا اللي هنايا وخلصت، فاتمنى اذا عندكم سؤال استفسار تقولوا لي. استاذ العفو عن المقاطعه، يعني ولو اعتقد السؤال بعيد عن الموضوع اللي شرحته، بس احيانا يعني كل ما نعم الله يسلمك استاذ، بس احيانا نشوف كل ما نشوف نقول تقرير على نفطي او على مثل نقول شركه نفطيه او اقتصاد نفطي، نشوف اكو الات قاعد يعني هي هاي اللي قاعد مثل نقول ترتفع وترجع ترتفع وترجع. نعم. بس يعني بالواقع احنا شفنا بالواقع العملي انه ماكو هيك شيء اله تقريبا، يعني او مو متعارف عليها، يعني شنو هذا، شنو عملها، وهل هي مثلا موجوده بس بالخارج العراق او بداخل العراق، لو شنو يعني. وشكرا استاذ. خلي اجاوبك هسه اني في فيديو، افتح لك كاميرا، صورتي واضحه يمكن؟ واضحه صار باو. هسه انت البير مالك هذا خوش ده تحفر بيه ويصير تقدم، فالبايب مالك الطول مالته 9 امتار، ال 9 امتار تخلص هايه تجيب بايب ثاني وتربطه وتدوره وتبدي تحفر بيه وتنزل، يخلص البايب وثاني وثالث ورابع ولا آخره. فهاي المعدة تقصدها أنت التوب درايف أو الكلي ما قاعد تشوفها تصعد وتنزل خوش، فهذا المعدة يشغلوها يصعدوها وينزلوها إذا أرادوا يطلعون الأنابيب كلية من البير راح تصعد هاي المعدة.
ينزلون المعدة هاي إذا أرادوا ينزلون أنابيب للبير. يعني أنت تبقاين البير مالتك محفور وبس قاعد تنزل فتشي بيه. إن شاء الله جواب يعني واضح. أستاذ بعد عملية واضح أستاذ وصف مشكور. يعني بعد عملية الحفر إنه نشيل إحنا الرق ونخلي هاي المعدة إنها تنزل أشياء معينة مثل أنابيب معينة. نزلت معدة مال فحص، معدة مال علاج، بدلت البيت مالتي لأن البيت مالتي تضررت، ولا آخره من هذه الأشياء. أي سؤال ثاني شباب؟ المهندس الجيولوجي يقدر يشتغل كمختص بمجال مواقع الحفر، ويقدر يشتغل كمختص بالإدارة المكمنية أو الهندسة المكمنية، يحدد مواقع آبار، يدرس مواصفات الصخور الموجودة. عفوا أستاذ عمر، ست فاطمة تسأل على الاس بي اي اي دي. باعي للاسف انا هذا الشيء ما سعفني الوقت انه هم اذكره. اكو فشي يسمونه المد ويندو، اللي ما قاعد يفهم السؤال استاذ ايوب سال قال انه الفورم العفو الضغط المسلط بواسطه سائل الحفر لازم يكون اعلى من ضغط الطبقه، بس بشقد؟ هنا الاجابه تكون مو اجابه محدده انه مثلا 100 200 بي اس اي، لا. اكو دراسه تصير بين يسموها الماد ويندو، يحدد لك ايش قد الضغط مال الطبقه، وايش قد الضغط مال الفراكتشر، وايش قد الضغط اللي اقل من ضغط الطبقه. هاي ثلاث ضغوط يصير بيناتها الرسم كيرف يسمونه نافذه الطين، او ايش قد انت تقدر تتحكم بضغط الطين، فيحددون مقدار الاوفر بالانس من هذا الشيء. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك ايوب. شباب للأمانة الموجودين بس انتظروني أسوي فت فورمة، ما أعرف بها أسماءكم، ما أعرف بها هم هوياتكم، أريدكم تعطوني رأيكم بالمحاضرة. تمام أستاذ، تمام. أين أنتو؟ دكتور بس بعد اذنك في سؤال. هلا كثير كثره الاقوال على انه سائل الحفر الاساس نفطي هو بيقي من كل هالمشاكل، هل هذا الحكي مزبوط او ما في اي شيء من الصحه؟ باوع الاشياء نسبيه او كل الاشياء مترابطه فيما بينها، فانا ما اقدر اجي اقول اجزم انه الاويل بيس مال سائل الطين سائل الحفر النفطي يحل كل المشاكل. كل شيء له سلبيات وايجابيات، فمن الممكن انه تصير دراسه للوضع يتوصلون انه بهذه الحاله بهذا البير سائل الحفر النفطي هو افضل من سائل الحفر المائي فيستخدمون سائل الحفر النفطي. تمام، شكرا كثير دكتور. اهلا وسهلا استاذ. اعذروني على التقصير اني للامانه بس الوقت ما سعف لنا شويه. لا استاذ بالعكس ما قصرت.
مشكور. ما قصرت والله استاذ، بس المحاضرة الجاية ان شاء الله تكون عن سوائل الحفر البوليميرية وسوائل الحفر الجديد اللي عم يحكوا عنه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذا الرابط ادز لكم اياه بالشات هسه. وشكرا الـ FBE جامعة الموصل، أنا سعيد بكم للأمانة، أحب الموصل. شكرا لك أستاذ، محاضرة جدا جدا قيمة، وإن شاء الله نكررها بمحاضرات ثانية ومواضيع جديدة إن شاء الله. شكرا لك أستاذ، وإن شاء الله نلتقي محاضرة قادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، شكرا لهم.